كل سنة وانتم طيبين. رمضان بعد بكرة حسب يعني التأكيدات والتوقعات الفلكية بنسبة كبيرة، رمضان يوم الاثنين، رؤية الهلال اعتقد هتكون غدا حسب اعلان دار الافتاء المصرية. لكن اعتاد الشعب المصري في دخلة رمضان بيقول لك ان شعب ازاي بنجيب بقى الاكل اللي ما بناكلهوش في رمضان، اللي هي المخللات والمحدقات والسمك المدخن والسمك السردين والرنجة والفسيخ والحاجات دي بتنشط سوقها قبل رمضان بأسبوع، وكذلك في العيد الصغير. كل سنة وحضراتكم طيبين. مشكلة كل سنة قبل رمضان بأسبوع بينشط سوق الأسماك المجمدة أو الأسماك المملحة، وبينشط معاه الغش التجاري، أطنان من الأسماك المجمدة الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، أطنان من الأسماك المجمدة بتتباع النهاردة عيني عينك في بعض الأسواق، ومنها محافظة البحيرة. ليه محافظة البحيرة بالذات؟ إن منطقة رشيد ومنطقة إيدكو دي أشهر المناطق في تجميد وتخليل السمك. أحلى سمك مجمد تاخده من إيدكو ورشيد، اللي هو السمك البلدي بعد تجميده يعني. أحلى سمك مملح، أحلى فسيخ، أحلى سردين تاخدوا من إيدكو ومن رشيد. فبدأ بقى مع ضعف الإنتاج من الأسماك، من إحنا بلد يعني حسب كلام وزارة الزراعة والموارد المائية ما عندناش المفروض مشكلة في السمك، بننتج سنويا 2 مليون طن من السمك. إحنا بنحتل المركز رقم 6 على مستوى العالم في الاستزراع السمكي، الأول أفريقيا والأول عربيا، احتل المركز رقم 3 على مستوى العالم في انتاج البلطي. انتجنا من السمك 2 مليون، من الاستزراع السمكي 1,800,000 طن. عندنا مصادر طبيعيه للاسماك، البحر الاحمر والمتوسط ونهر النيل، البحيرات الطبيعيه والبحيرات الصناعيه، البرك والعيون او بعض اللوحات اللي موجوده في سيوه، ده فضلا عن الرز اللي كان في يوم من الايام بيطلع سمك. كل حاجه موجوده عندنا. محافظة البحيرة كان عندها اقتصاد قوي اسمه الأسماك المملحة، وده الموسم بتاعهم، لكن مع الأسف مع ضعف الإنتاج وأزمات الأسماك خلال الكام شهر اللي فاتوا بيتم ضبط في حملات مكررة أسماك مجمدة فاسدة. على سبيل المثال تم ضبط يوم الثلاث اللي فات 32 طن سمك مجمد في حملات مكبرة على البحيرة. عندنا خبر أيضا ضبط 70 طن سمك غير صالح للاستخدام الآدمي أيضا في محافظة البحيرة. اللي أقدر أقوله لحضراتكم وإحنا داخلين على شهر رمضان، إن كان ولا بد إنكم تاكلوا سمك مملح، رنجة بقى أو سردين أو ملوحة أو فسيخ، يعني تأكد من المصدر كويس، لأن أطنان من الأسماك حسب بيانات مالية السوق، وطالما رصدت في البحيرة يبقى اكيد تم توزيعها لعموم المحافظات. الثروه السمكيه بتقول ان احنا ما عندناش مشكله. ما عندناش مشكله في السورس، في الماده الخام، في المصدر، ما عندناش مشكله في الانتاج، لان احنا بننتج حسب كلام الثروه السمكيه اكثر من 2 مليون طن، وكمان بنصدر 29,000 طن سنويا من الاسماك. السؤال اللي بساله، طالما احنا بنصدر 29,000 طن، ما الحاجة لاستيراد الأسماك من روسيا وبيلاروسيا وتركيا وبعض الدول؟ ما الحاجة إن احنا نجيب سمك مجمد أو شبه مجمد وبعضه بيبقى ميت وبعضه مصاب بالأمراض؟ أعتقد محتاجين إجابة. ولما احنا بننتج وعندنا فائض للتصدير، ليه أسعار السمك اتضاعفت 4 مرات خلال السنتين اللي فاتوا؟ وليه السمك مش موجود، او السمك بيتساب لحد ما يموت زي ما شفنا كده في بحيرة المنزلة، شفنا في بحيرة إيدكو، شفنا في بعض البحيرات الطبيعية اللي موجودة، البردويل شفنا في بحيرة قارون. وازاي انت بتقول ان احنا عندنا انتاج من السمك وبحيرة زي بحيرة قارون بتفقد 70% من انتاجها حسب بيان وزارة الزراعة ومحافظة الفيوم؟ تشعر وكأن في تضارب ما بين الارقام الحقيقية وبيانات السادة المسؤولين والواقع اللي بيعيشه المواطن على الأرض. سمك سعره غالي، زاد الضعف واثنين وثلاثة، الأسماك الميتة مالية السوق، الأسماك المستوردة مالية السوق، المجمدة مالية السوق، الأسماك الميتة أيضا مالية السوق، والسمك أصبح في متناول الأغنياء فقط. أحد أعضاء مجلس النواب النائب محمد صبري
بينتقد إنتاج البلد من الأسماك وقال بنعاني من ارتفاع أسعارها رغم سواحلنا الطويلة. قول لحضراتكم على السواحل اللي بيتكلم عنها سيادة النائب، بيتكلم عن سواحل البحر المتوسط واللي بيعدي من ثلاث محافظات، اسكندرية والبحيرة وأيضا مطروح. بيتكلم عن ساحل أو نهر النيل اللي بيقسم البلد من جنوبها لشمالها وبيعدي تقريبا في 13 محافظة. بيتكلم عن بعض البحيرات الطبيعية اللي بتطل على 12 محافظة أيضا. بيتكلم عن الواحات اللي موجودة في سيوة، بيتكلم عن الرز اللي موجود في المفروض كان في 17 محافظة والنهاردة في 11 محافظة. بيتكلم عن موارد مائية موجودة في كل حتة، ورغم كده سمك غير متوفر وسعره زايد والمواطن مش عارف يحصل على بروتين الغلابة اللي كان موجود زمان في كل بيت وعلى كل سفرة. احنا داخلين على رمضان، كل سنة وحضراتكم طيبين. خلوا بالكم بقى من موضوع السمك الميت أو السمك الغير صالح للاستهلاك اللي موجود في السوق.